بسم الله الرحمن الرحيم. أيها التلاميذ، السنة الرابعة ابتدائي، حصة اليوم هي ليست درس بل تصحيح التمارين التي أمرتكم بإنجازها بعد كل درس قدمته لكم. أتمنى أن تكونوا قد أنجزتم التمارين وتتابعون الآن معي التصحيح لكي بطبيعة الحال تصححون ما أخطأتم فيه. نبدأ بالتمرين الأول، صفحة 74. حول الجمل إلى الماضي المبني للمجهول. حول الجمل إلى الماضي المبني للمجهول. لدينا أربع جمل بها فعل وفاعل ومفعول به. سوف نبني فعلها مادام الآن هي فعلها مبني لمعلوم، يتم فعل ماضي مبني على الفتحة، فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، والطعام مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. هذه هي الجملة المبنية لمعلوم. لكن لما نريد أن نحول هذه الجملة من ماضي مبني للمعلوم إلى ماضي مبني للمجهول، نرى ماذا سوف يحدث. أكل أشعب الطعام، أكل أشعب الطعام، إذن أكل. قلنا بأن الفعل يضم أوله ويكسر ما قبل آخره. أكل الطعام. ننتبه جيدا، الطعام في الجملة المبنية للمعلوم كانت مفعول به، محلها من الإعراب مفعول به، لكن اختفي الفاعل أشعب وناب عنه الطعام الذي كان محله من الإعراب في الجملة المبنية للمعلوم مفعول به. إذن هنا أكل الطعام فعل ماضي مبني للمجهول، والطعام نائب فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. عزف الموسيقار اللحن، جملة مبنية للمعلوم، فعل فاعل مفعول به. إذن نحول الجملة ونبنيها للمجهول، تصبح عزف عزيفة. يضم، قلنا في القاعدة، أوله ويكسر ما قبل آخره، ويختفي الفاعل لينوب عنه المفعول به. عزف اللحن. إذن فعل ماضي مبني للمجهول، واللحن نائب فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. قرأ خالد الكتابة مبنية للمعلوم، وفعل ماضي فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، ومفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. نبنيها للمجهول ونحول الفعل من مبني للمعلوم إلى مبني للمجهول. قرئ. إذن قرئ يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، وأصبح هنا مبني للمجهول، يختفي الفاعل وينوب عنه الكتاب. وينوب عنه الفاعل اللي هو الكتاب، ومضموم طبيعة الحال فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. إذن فعل ماضي مبني للمجهول ونائب فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. قطرت الجدة الوردة، جملة مبنية للمعلوم، فعل ماضي وفاعل مرفوع بالضمة، والوردة الظاهرة على آخره، والوردة مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. نبني الجملة، قطرت الجدة الوردة، قطرة. إذن هنا ليضم أول هذه القاعدة ويكسر ما قبل آخره. قطر الورد
قطر الورد. قطر الورد نائب فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. إذا قطر فعل ماضي مبني للمجهول، وطبيعة الحال الورد نائب فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. هذا هو التمرين حول صفحة 74، حول تصحيح التمرين صفحة 74. طبيعة الحال حولنا الجملة المبنية للمعلوم إلى الجملة المبنية للمجهول، أصبح الفاعل أكل أكل واختفى الفاعل وناب عنه الطعام اللي هو نائب فاعل. نائب فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. عزف الموسيقار اللحن، عزف اللحن نفس الشيء، المفعول به أصبح نائب فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. قرأ خالد الكتاب، اختفى الفاعل وأصبح قرئ الكتاب، وهنا قرئ ضم أوله وكسر ما قبل آخره، والكتاب بينما كان في الجملة المبنية للمعلوم مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره، أصبح نائب فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. قطرت الجدة الوردة، قطر الورد فعل ماضي مبني للمجهول، والورد نائب فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. هذا هو المبني للفعل الماضي مبني للمجهول. ننتقل إلى التمرين الثاني من نفس الصفحة وننتبه المطلوب. لون الحرف الأخير في الفعل ثم حول الجملة إلى الماضي. لون الحرف في الفعل ثم حول الجملة إلى الماضي. يقضي، يقضي، إذن هنا يقضي نلون الحرف يقضي، هنا لدينا ياء، لدينا ياء. يقضي عمي عطلته في الريف، نريد تحويل هذه الجملة إلى الماضي. قضى، قضى، قضى. نلاحظ هنا الياء أصبحت ألف مقصورة. قضى عمي، عمي عطلته، عطلته، عطلته في الريف، في الريف. إذن بينما كان في الفعل المضارع يكتمل هذا الفعل ب ياء، أصبح ألف مقصورة في الماضي. قضى عمي عطلته في الريف. يصحو الطارقي باكرا، يصحو الطارقي باكرا. صحى، صحى، لطبيعة الحال الواو قلنا في الأحرف اللينة مع الأفعال تحول إلى ألف ممدودة. صحى الطارقي، الطارقي، الطارقي باكرا. باكرا، إذن كان آخر الحرف، آخر حرف بطبيعة الحال طلب منا تلوينه هو الواو، حولنا إلى الماضي. يصحو أصبح صحى، حرف العلة واو في الماضي يتغير ويصبح صحى. يحلو السمر مع حكاية أمغار، إذن عندنا واو كذلك هنا. يحلو السمر مع حكاية أمغار، إذن نقول حلا، نقول هنا يو التحويل في الماضي حلا، حلا، لطبيعة الحال ألف ممدودة في آخر الفعل الماضي. السمر، 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 حلا السمر مع حكايات، حكايات، حكايات أمغار، مع حكايات أمغار الحكوات. إذا يبدي الحرفيون مهارة كبيرة، آخر حرف في الفعل المضارع هنا هو الياء. يبدي الحرفيون مهارة كبيرة، كبيرة عفوا. إذا
بدا الحرفيون طبيعة الحال مهارة كبيرة كبيرة. إذن يا تلاميذ، هذا هو التصحيح. طلب منا تلوين الحرف الأخير في الفعل المضارع يقضي، ونحوله إلى الماضي في الجملة قضى. ياء حولت للماضي، أصبحت ألف لينة مقصورة. يصحو حرف واو حولت في الماضي، صحى ألف ممدودة. يحلو واو حولناها وأصبحت حالة ألف ممدودة. يبدي ياء أصبحت وحولت إلى الماضي، بدا ألف مقصورة. كلا التمرينين كنا قد قدمنا القاعدة. أتمنى أن تكونوا وفقتم في إنجاز التمرين الأول والثاني. الآن نذهب إلى التمرين الأول للصفحة 77. أكتب الكلمات المسطرة في المثنى. إذا الكلمات المسطرة هي طبيعة الحال المسجد العتيق، الغواصة، والعالم طبيعة الحال إلى اختراع عظيم. إذا الآن عندنا أكتب الكلمات المسطرة في المثنى. صلينا في المسجد العتيق، نحول الجملة طبيعة الحال صلينا في المسجدين. ننتبه، المثنى في الاسم، إذا يصبح المسجدين. عندنا هنا ياء ساكنة اللي هي علامة الجر في هذا الاسم، العتيقين. إذن كذلك هنا علامة، إذن العتيقين. المسجد كان في المفرد هو اسم مجرور، وعلامة جره الكسرة، وعلامة جره مجرور بفي، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والعتيق هنا صفة مجرورة وعلامة جرها طبيعة الحال كسرة الظاهرة على آخرها. إذا حولناها إلى المثنى، أصبح في المسجدين اسم مجرور بفي وعلامة جره الياء لأنه مثنى، العتيقين صفة مجرورة وعلامة جرها الياء الساكنة لأنها مثنى. أبحرت الغواصة من الميناء، إذا أبحرت، نحول طبيعة الحال الاسم، أبحرت الغواصة، لاحظوا هنا مرفوع، إذا الغواصتان، إذا الغواصتان لما نثني هذا الاسم كان مفرد مرفوع بالضمة، يصبح بطبيعة الحال مثنى مرفوع بالألف. إذا أبحرت الغواصتان من الميناء، صححنا الجملة الأولى، صلينا في المسجد العتيق، صلينا في المسجدين العتيقين. أبحرت الغواصة في الميناء، أبحرت الغواصتان في الميناء. توصل العالم، إلى اختراع عظيم. سوف نحول هذه الجملة إلى المثنى، نقول توصل العالمان، لأن هنا فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، يصبح فاعل مرفوع بالألف لأنه مثنى، العالمان
إلى إلى اختراع عيني، إلى اختراع عيني، إلى اختراع عيني، اختراع عيني عظيمين، عظيمين. إذن توصل العالم إلى اختراع عظيم، حولناها إلى المثنى، توصل العالمان إلى اختراعين عظيمين، إلى اختراعين عظيمين. الفاعل هنا كان مرفوع بالضم الظاهر على آخره، أصبح مرفوع بالألف لأنه مثنى، وإلى اختراع عظيم جار ومجرور وصفة، أصبح إلى اختراعين، إلى حرف جر اختراعين اسم مجرور بإلى وعلامة جره الياء لأنه مثنى، وعظيمين صفة مجرورة بالياء لأنها مثنى. إذن هذا هو تصحيح التمارين الصفحة 74 و77. أتمنى أن تتابعون التصحيح وتصححوا، وبالتوفيق وإلى الملتقى إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.